السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله مره اخرى من مدينه مكناس نحييكم. كيف كتشوفوا هذا المكان هنا الطوبيس، الحادثه اللي وقعت ديال الطوبيس مدينه مكناس هي هنا وقعت، كيف كتشوفوا ها فين ضرب، شوف وطلع فوق هذه. دابا الامر اللي حنا خصنا نهضروا عليه هو المؤسف، هو انه واخا وقعت الحادثه ما جاوش جمعوا هذا الشيء، ها انتوما مازال، ها انت مازال هذا الشيء محطوط هنا، ها هو ما حيدوش هذا الشيء اللي مشكل واحد عرقله تسير. ها انتوما شوف الطريق ها هي العرض ديالها وسادين حد هنا ومخليين البقايا ديال هاد الشيء هذا اللي وقعت الحادثه. ها انتم اذا ما فهمت انا الاستهتار بالمواطن لهالدرجه، فصراحه امر مؤسف جدا، والله العظيم الامر مؤسف. شي مره كنبقاو غير نشوفوا، ما كنلقاو ما نقولوا نهائيا، ما كنلقاو ما نقولوا. شوف شوف ها انتم البلاكه اللي طاحت بقات في وسط الطريق. ما فهمت انا الناس تيجريو في البلدان اخرى اللي من اجل مصالح المواطن ما يخليوش عرقله تسير. هذه مليوحه هنا طايحه في وسط الطريق في عرض الطريق انتوما، وعادي جدا فانك في المغرب فلا تستغرب، فانك مجرد مدينه مكناس خذ راحتك ما كاينش مشكل نهائيا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما لقيتش شي كلمه من غير هذه.